السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد راجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتقرير اليومي للسوق السعودي اليوم 14 مارس. هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام. المؤشر العام طبعا خلال تداولات اليوم شفنا تراجعات، وصل لل 12492، وصل معانا لحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة وارتكز عليه وبدأ يرتد منه شوية. كان القاع عندنا عند ال 12479، ارتد 20 نقطة من الترند الصاعد أو من حد السفلي للقناة السعرية الصاعدة. حاليا أتوقع إن لو فضل اعلى القناه السعريه الصاعده ممكن يبتدي يصعد لل 12662، ولو تم اختراق ال 12662 ان شاء الله والاغلاق عليها اتوقع مواصله الصعود للقمه اللي عملها عند ال 12928. لكن لو لا قدر الله كسر القناه السعريه الصاعده هينزل نزول مش قوي، ينزل لحد ال 12301 ل 12359، ومنها يرجع للصعود لنفس الاهداف اللي تم ذكرها ان شاء الله. ده بالنسبه للمؤشر العام. خلينا ناخد الاسهم اللي حضراتكم طلبتوها خلال الفيديو الماضي. وعندنا اول سهم المجموعه السعوديه. سهم المجموعه السعوديه طبعا تراجع معانا برضو من بدايه الاسبوع حتى الان، وصل لمستويات ال 35.90. اتكلمنا وقلنا ان هو لو وصل وارتكز على الترند الصاعد ده وادانا اشاره انعكاسيه تكون فرصه كويسه ان احنا نشتري مره اخرى المجموعه السعوديه، هدف 37 85 39، ولو تم اختراق ال 39 ان شاء الله عندنا اهداف لل 42 25. وطبعا الترند الصاعد هنا متوافق معانا مع منطقة الطلب اللي ما بين 33.85 لل 35، ده متوافق معانا مع الارتكاز على الترند الصاعد ان شاء الله. لو ارتكز عليها وارتكز على منطقة الطلب هتكون فرصة كويسة كمان لو ادينا اشارة انعكاسية. ده بالنسبة للمجموعة السعودية. خلينا ناخد السهم التاني معانا، سهم اميانتيت. ادي سهم اميانتيت. اميانتيت كسر معانا منطقة الطلب اللي عند ال 50 40، واغلق اسفلها عند ال 46 45. كسر قوي للسهم وطلع عمل اعادة اختبار وبعدين بدأ ينزل بقوة. اتوقع مواصلة الهبوط لسهم اميانتيت. لو كسر معانا المنطقة دي اوريدي تقريبا كسرها عند ال 46 97، اهو دي المنطقة بتاعتنا، كسرها واغلق اسفلها. انا متوقع ان هو يستمر للاسف في الهبوط لحد مستويات ال 37 11 لل 40 82. دي المنطقة اللي هيبتدي سهم اميانتيت يرتد منها في حالة الوصول ليها. لو وصل للمنطقة دي وادى اشارة انعكاسية هتكون فرصة كويسة جدا على سهم اميانتيت ان شاء الله. وعندنا اهداف قد تصل لل 79 61 باذن الله. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم الكابلات. ادي سهم الكابلات. سهم الكابلات برضو تراجع معانا بقوة، وكنا متوقعين ده على سهم الكابلات ونزل معانا للاسف، كسر ال 21 84. والمفروض يعني عندنا منطقة الطلب ما بين ال 20 60 لل 21 84، وقلنا قبل كده لو السهم فضل اعلى المنطقة دي وما تمش كسرها فاحنا ممكن نرجع للصعود مرة اخرى. لكن لو تم كسر ال 20 60 هينزل معانا لل 17 16 18 24 منطقة الطلب دي، وفي منطقة قبليها ما بين ال 18 90 لل 19 50. لكن لو صعد من المنطقة دي ممكن يرجع تاني للصعود لحد ال 24 99، ولو اغلق فوق ال 24 99 يوصل معانا لل 28 وبعدين ال 31 65 بإذن الله. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم عسير. سهم عسير برضو نزل معانا لل 20 ريال، اغلق النهارده على ال 20 ريال. متوقع استمرار الهبوط على سهم عسير عشان يوصل لل 18 96 ل 19 50، ومن المنطقه دي اتوقع بدايه الصعود مره اخرى ان شاء الله لل 22 30. ولو تم اختراق ال 22 30 اتوقع ان شاء الله الوصول لل 23 64 25 20، وممكن نصل معاه لل 26 90 باذن الله. ده بالنسبه لعسير. ننتقل للسهم الثاني معانا، سهم انعام القبضة. انعام القبضة صعدت معانا بقوة من منطقة الطلب اللي اشرنا ليها، وكان عندنا يوم الاحد ارتفاع قوي الاثنين، يعني عملت يوم الاحد ليميت اب الاثنين
طلعت حوالي 3%، واحد يعني طلعت 3% ولكن أغلقت على ارتفاع 1.5%. التلات أو ده كان يوم الخميس عفوا، يوم الأحد والاثنين النهاردة صعدت معنا صعود بسيط. أنا متوقع بعد إغلاقها فوق 81 30 تستمر في الصعود لل 87 و90 ريال إن شاء الله، ولو تم اختراقها نوصل لل 94 وال 100 و67. ده بالنسبة لأنعام. ننتقل للسهم الثاني معانا، سهم ديب. سهم ديب معانا ارتد برضو من منطقة طلب ممتازة عند ال 57 80 لل 58 80، ادانا اشارة انعكاسية هنا الاسبوع الماضي وبدأ يصعد. متوقع ان السهم يستمر في الصعود، عندنا منطقة عرض عند ال 64 65 20، لو تم اختراق منطقة العرض دي والاغلاق عليها اتوقع ان احنا نشوف صعود قوي ان شاء الله على سهم ديب. ناصر معالي ال 68 60 وعندنا اهداف لل 75 50. ننتقل للكيميائية، ادي سهم الكيميائية. الكيميائية طبعا هبط معانا بقوة يوم الحد بعد ظهور اشارة انعكاسية يوم الخميس الماضي من منطقة العرض 37 65 38 65، كانت منطقة عرض قوية. شفنا ارتداد منها وبعدين بدأ ينزل مع يوم الخميس اهو، ويوم الحد برضو نزل والاثنين النهارده تراجع. المفروض هو السهم دلوقتي عنده منطقة طلب، منطقة الطلب دي ما بين ال 33 60 لحد ال 33، من ال 33 لل 33 60 دي منطقة طلب قوية. هنشوف لو السهم وصل ليها وادانا اشارة انعكاسية منها هتكون فرصة كويسة على سهم الكيميائية ان شاء الله ان هو يرجع تاني لمنطقة العرض دي، ولو تم اختراق ال 38 65 هيكون عندنا اهداف تصل لل 43 25. نيجي للجوف الزراعية. الجوف الزراعية ما زلت شايف ان اهدافها لحد ال 85 20 88 20. السهم ما زال في ايجابية، طبعا الافتتاح كان سلبي والنهاردة كمان كان الاغلاق سلبي على 4% 4.5% او اكتر، كمان كان قرب من 5% هبوط النهاردة سهم جوف الزراعية، ولكن السهم ما زال اعلى منطقة الطلب اللي عند ال 52 لل 53 40. ما دام السهم اعلى المنطقة دي انا متوقع ان هو يصعد بقوه ل 65 50، اختراق هيودينا 72 70 وبعدين الهدف الاخير عند ال 85 20 لل 88 50 باذن الله. نيجي لسهم صدر، ادي سهم صدر. سهم صدر للاسف كسر 72 89 بعد الكسر ده النهارده، هنشوف بكرة مع إعادة الاختبار. لو عمل إعادة اختبار وكمل يبقى كده هينزل معانا ال 64 15 57 98، دي أول منطقة طلب هتقابل السهم. لكن لو صعد وأغلق بكرة فوق ال 72 89 ممكن يبتدي يعني يمشي في نفس الوايد رينج اللي هو ماشي فيه، الاتجاه العرضي اللي هو ماشي فيه. لكن لو اكد الهبوط، لو اكد كسر 72 89 يبقى زي ما قلنا يوصل لل 57 98 64 15. ننتقل لسهم سيسكو، ادي سهم سيسكو. سهم سيسكو وصل معانا لل 27 98 منطقة دعم، كسرها واغلق اسفلها للاسف. برضو يعني هو امبارح كان كسرها امبارح، النهارده اكد الكسر. هنشوف الدعوم والمقاومات بتاعتنا على سهم سيسكو التالية. المفروض ان هو بعد كسر 27 98 النقطة اللي بعدها او الدعم اللي بعده عند مستوى 26 16 او منطقة الطلب ما بين 26 16 لحد من 25 ل 26 16، دي منطقة الدعم بتاعتنا على او خلينا ننزلها تحت شوية عشان تبقى على الديل بالظبط. ادي ادي السهم المنطقة ما بين ال 24 52 لل 26 16، دي منطقة الطلب بتاعتنا اللي ممكن سهم سيسكو يبتدي يرتد منها في حالة ظهور برايس اكشن من المنطقة دي ان شاء الله. هنستهدف ال 35 50، ده بالنسبة لسهم سيسكو. ننتقل لاخر سهم معانا، سهم المتقدمة. ادي سهم المتقدمة، نجيب فترة زمنية أقل. السهم المتقدمة معانا نزل أهو
من ال 77 30 لل 78 65، وكان وصل كمان معانا لل 80 90، فنزل من المنطقه دي ووصل لل 77. متوقع استمرار الهبوط للسهم المتقدمه عشان يوصل لل 74 90 75 70، ومن المنطقه دي لو بدا يدي برايس اكشن كويس هنبتدي نشوف صعود مره اخرى لل 78 50، ولو تم اختراق ال 78 50 هنروح لل 80 90، واختراق هيودينا لل 83 50 باذن الله. ده بالنسبة لسهم متقدمة، وده كان آخر سهم معانا، وبكده أكون انتهيت من الفيديو. أتمنى أكون أفدتكم، ولو عندكم أي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت أسفل الفيديو باسم السهم ورقم السهم وأجاوب عليه في الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.